السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع هيثم معوض على قناة كوكب التكنولوجيا. في حكمة معروفة بتقول لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف اصطاد، وده هيكون عنوان الفيديو بتاعنا النهاردة، لاني في الفترة الاخيرة لقيت ناس كتير جدا بتسألني هو الجهاز ده هيوصل له التحديثات الجديدة ولا لا. فالنهاردة انا هخليك تقدر تعرف بنفسك التحديث هيوصل لجهازك ولا لا، سواء تحديث واجهة ميو اي او تحديث الاندرويد. وبما ان ده سر ناس كتير بتخبيه عن المشاهدين، انا قررت ان انا اقول لك عليه النهاردة، وده طبعا عشان انتوا تعودتوا مني على المصداقية، وكمان انتوا تعودتوا من كوكب التكنولوجيا على شرح اسرار وخفايا بنكون احنا دايما اول قناة تتكلم عنها. فلو انت مهتم باللي احنا هنقوله خليك معانا لحد اخر الفيديو. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. مش هطول عليكم اكتر من كده، يلا بينا نشوف الشرح. اهلا وسهلا بيكم مره تانية على قناه كوكب التكنولوجيا. قبل ما نبدا الشرح كنت حابب اعرفكم على سبونسر فيديو النهارده. ايفست هي شركه استثمار وتداول عالميه ومرخصه من اعلى الهيئات العامه للرقابه الماليه، وتقدر تستثمر فيها الاسهم او الذهب او صناديق الاستثمار او العملات الرقميه، وتقدر تستخدم كل ده حتى لو ما عندكش خبره في الاستثمار، لان انت لو مبتدئ او ما عندكش وقت لمتابعه صفقاتك هتقدر تستخدم ايفست وسكوبي تريد، ودي خدمه مجانيه بتقدمها ايفست بتخليك تقدر تنسخ صفقات افضل المتداولين لحظه بلحظه على حسابك. ومن اهم الحاجات اللي بتميز المنصه هي سهوله الاستخدام، وكمان وجود اسهم حقيقيه بعموله 0%، ولو سجلت من الرابط اللي في وصف الفيديو هيجي لك بونص ممكن يوصل لحد 100%، يعني لو عملت ايداع ب $1000 هيجي لك عليهم $1000 تانيين كبونص من المنصه. كمان المنصه هتديك حساب تجريبي هتقدر تستثمر عليه $25,000 للتعليم، وكمان هتقدر تطلب خطه استثماريه مجانا. فلو حبيت تستثمر في ايفست هسيب لك الروابط كلها في وصف الفيديو. نرجع تاني لموضوعنا، اكيد كلنا عايزين نعرف الاجهزه بتاعتنا هيوصل لها التحديثات بتاعتها بشكل رسمي ولا لا، سواء هنتكلم عن تحديثات الواجهه او تحديثات الاندرويد، وده عشان نعرف اجهزتنا في الفتره اللي جايه مصيرها هيكون ايه. وبعد ما تشوف الفيديو ده هتقدر تعرف بنفسك جهازك هيوصل له التحديث ولا لا. اكيد كلنا عارفين تطبيق شاومي يو اي، واللي قايمين عليه مجموعه من المطورين المحترفين والمتخصصين بس في تحديثات اجهزه شاومي. واللي متابعنا من زمان هيعرف ان احنا اتكلمنا عن التطبيق ده من اكتر من سنتين، وعملنا منه تحديثات كتير جدا لاجهزتنا. وبعد ما تم تطوير التطبيق ده بشكل كبير، النهارده هو مرجع اساسي لكل المعلومات والتسريبات اللي بنشوفها على اليوتيوب، سواء على كوكب التكنولوجيا او على اي قناه مهتمه بالمجال ده. كمان التطبيق ده ليه مميزات كتير جدا، بس هنتكلم النهارده عن بعض المميزات دي. ومن ضمن المميزات دي انك هتقدر تستفيد بالتحديثات الرسميه او حتى التحديثات المعدله، وزي ما قلت لكم قبل كده ان من خلال التطبيق ده هتقدر تعرف اسم الكود نيم بتاع موبايلك او اسم الجهاز عند المطورين، وده الاسم اللي بتقدر تستخدمه في البحث عن اي ملفات متوافقه مع جهازك بنسبه 100%. يعني لما تعمل بحث بالكود نيم ده معناه ان مفيش اي مجال للخطا في الملفات او مدى توافقها مع جهازك، لانك لو عملت بحث باسم الموبايل المتعارف عليه وارد انك تستخدم ملفات غير مطابقه لجهازك، وده لان اغلب الاجهزه اسمائها قريب جدا من بعض، ووارد كمان انك تلاقي جهازين او اكتر ليهم نفس الاسم، ووارد كمان انك تلاقي اسم معين بيطلق على اكتر من جهاز. كمان من ضمن المميزات اللي في التطبيق ده انك تقدر تحمل النسخ البيتا او النسخ فريق المختبرين، كمان هتلاقي عليه كل المعلومات الجديده والمسربه من شركه شاومي. كمان من خلال التطبيق هتقدر انك تحدث تطبيقات النظام. فلو اتكلمنا عن كل المميزات هنحتاج وقت كبير جدا، لان البرنامج فيه مميزات كتير وفي تطوير مستمر. خلينا نرجع لموضوعنا الاساسي، ازاي اقدر اعرف جهازي هيوصل له تحديث ميو اي 13 او 14 ولا لا؟ تعالوا نكمل احسن على السكرين ريكورد عشان تركزوا معايا اكتر. في وصف الفيديو هتلاقي رابط للتطبيق هتحمله على موبايلك وتثبته زي ما بتثبت اي ابلكيشن، ولما تفتحه هيفتح معاك بالشكل ده، وهنا هتلاقي التطبيق اتعرف على اسم موبايلك بشكل تلقائي، وهتلاقي كمان الكود نيم او اسم موبايلك عند المطورين في المكان ده. المهم لما تدوس على اسم موبايلك هيفتح لك الصفحه دي، ودي الصفحه السريه اللي هتلاقي فيها مميزات كتير مطابقه لموبايلك بنسبه 100%. فلو دوست هنا مثلا هيجيب لك كل النسخ الرسميه المستقره المطابقه لجهازك، سواء العالميه او الاوروبيه او الهندية او الاندونيسية او حتى الصينية. اما لو دوست هنا مثلا فهيجيب لك كل النسخ المعدلة من فريق شاومي ايو، وهتقدر كمان تختار ما بين النسخة المستقرة او البيتا، لان النسخة المعدلة من فريق شاومي ايو في منها نوعين، النسخة الاستيبل او المستقرة والنسخة البيتا او التجريبية. وانا كنت اتكلمت قبل كده عن الفرق بين النسختين دول في الفيديو اللي هيظهر لك دلوقتي في علامة الاي اللي فوق. اما لو دوست هنا فهيجيب لك النسخ البيتا اللي بيتم تحديثها بشكل يومي، واللي طبعا هتكون متوافقة مع جهازك بنسبة 100%. اما لو دوست هنا فهيجيب لك جميع نسخ فريق المختبرين المتوافقه مع جهازك. تعال بقى اقول لك ازاي هتقدر تعرف موبايلك هيوصله التحديثات ولا لا. لما هتنزل لتحت شويه هيظهر لك الاربع مربعات دول، اول مربع هتلاقي مكتوب عليه ميو اي 14 اليجيبيليتي تشيك،
وده معناه ان انا من هنا هقدر اعرف موبايلي هيوصل له النسخه الرسميه من ميو اي 14 ولا لا. فلما دوست هنا لقيت ان مكتوب بالاحمر ان ريدمي نوت 9 برو will not receive the ميو اي 14 update، وده طبعا معناه ان الريدمي نوت 9 برو مش هيجي له النسخه الرسميه من ميو اي 14 في المستقبل. طيب لو رجعنا لورا هنلاقي مربع تاني مكتوب عليه اندرويد 12 eligibility check، وده معناه ان انا من هنا هقدر اعرف ان موبايلي هيوصل له اندرويد 12 ولا لا. ولما دوست هنا لقيت ان مكتوب بالاخضر ان ريدمي نوت 9 برو will get the اندرويد 12 update، وده معناه ان موبايلي هيوصل له النسخه الرسميه من اندرويد 12. وانا فعلا وصل لي تحديث اندرويد 12 وثبته على الموبايل. خلينا نرجع تاني ونشوف المربع التالت، وهنلاقي ان المربع التالت مكتوب عليه اندرويد 13 eligibility check، وده معناه ان انا من هنا هقدر اعرف موبايلي هيوصل له تحديث اندرويد 13 ولا لا. ولما دوست هنا لقيت ان مكتوب بالاحمر ان ريدمي نوت 9 برو will not receive the اندرويد 13 update، وده معناه ان موبايلي مش هيوصل له النسخه الرسميه من اندرويد 13. فمن المكان ده انا قدرت اعرف ثلاث معلومات مهمين جدا لموبايلي. قدرت اعرف ان موبايلي مش هيوصل له ميو اي 14 ولا اندرويد 13 بشكل رسمي، وقدرت اعرف ان موبايلي هيوصل له اندرويد 12. طيب تعالوا سهل عليكم الموضوع شويه. لما دوست على المربع اللي مكتوب عليه ميو اي 14 جاب لي كلام مكتوب باللون الاحمر، ولما دوست على المربع اللي مكتوب عليه اندرويد 12 جاب لي كلام مكتوب باللون الاخضر، اما لما دوست على المربع اللي مكتوب عليه اندرويد 13 جاب لي كلام مكتوب باللون الاحمر. وده معناه ان انا لو دوست على اي مربع من الثلاثه دول وجاب لي كلام مكتوب بالاحمر فده معناه ان موبايلي مش هيوصل له التحديث ده، اما لو دوست على اي مربع من الثلاثه دول وجاب لي كلام مكتوب بالاخضر فده معناه ان موبايلي هيوصل له التحديث ده في المستقبل. تعالوا نجرب الموضوع ده مع موبايل ثاني وليكن مثلا ريدمي نوت 10 برو. هنرجع تاني ونكتب في البحث ريدمي نوت 10 برو وبعدين نختار الجهاز، وبعدين هننزل لتحت شويه عشان نجيب الاربع مربعات. هنفتح الاول ميو اي 14 هنلاقي مكتوب بالاخضر، وده معناه ان الموبايل هيجي له التحديث قريب ان شاء الله. هنرجع تاني وبعدين نفتح اندرويد 12 هنلاقي ان مكتوب بالاخضر، وده معناه ان هو برده هيجي له اندرويد 12 او هو اصلا دلوقتي على اندرويد 12. هنرجع تاني وبعدين هنروح على اندرويد 13 هنلاقي برده ان هو مكتوب بالاخضر، وده معناه ان هيجي له التحديث في المستقبل ان شاء الله. بيتهيالي كده انا سهلت عليكم الموضوع على الاخر، وهتقدر تعرف موبايلك هيوصلوا التحديثات ولا لا. عايزك تجرب نفس الخطوات دي على موبايلك وتكتب لي في التعليقات ايه التحديثات اللي هتوصل لموبايلك في الفتره اللي جايه. فاضل اخر مربع واللي مكتوب عليه كاستم ريكفري تي دبليو ار بي، ولما تفتحه هتلاقي جواه رابط مباشر لملف الريكفري المعدل المطابق لجهازك، وهتقدر تحمله وتثبته على موبايلك لو حبيت. في بقى مستين هقول لك عليهم بسرعه في التطبيق. لما تفتح التطبيق ممكن تروح على التاب اللي مكتوب عليها ابس، وهتلاقي فيها احدث الاصدارات من تطبيقات النظام، وهتقدر تحملها وتثبتها على موبايلك من خلال روابط مباشر، ودي محتاجه فيديو منفصل نتكلم عنها بشكل مفصل. اما لو رحت على التاب اللي مكتوب عليها هيدن فيتشرز فهتلاقي فيها كل الاسرار والمميزات اللي كنا بنظهرها من خلال تطبيق اكتيفيتي لانش، ودي برضو محتاجه فيديو منفصل نتكلم عنها بشكل مفصل. اكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي حابين نتكلم عن ايه في الفيديوهات اللي جايه. وفي مميزات كتير في البرنامج خاصه بملفات الريكفري المعدل وجروبات التليجرام وتثبيت النسخه المتوافقه مع جهازك من تطبيق جوجل كاميرا، وده التطبيق اللي بيحسن اداء الكاميرات بشكل كبير جدا وخصوصا في الاضاءه المنخفضه. كمان التطبيق ده بيعمل معالجه للالوان بشكل مختلف جدا وبيدلنا نتائج افضل بكتير من الكاميرا الاساسيه بتاعه الجهاز. فلو حابين ان احنا نعمل فيديو منفصل نتكلم فيه عن طريقه تثبيت النسخه المتوافقه مع جهازك من جوجل كاميرا اكتبوا لي في التعليقات وانا مش هتاخر عليكم. ولو استفدت من الفيديو بتاع النهارده ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. بشكركم جدا لاستماعكم وبتمنى اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.